السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ وحشتوني جدا، بقالي فترة طويلة بعمل الفيديوهات اللي هي القصيرة عشان الكسل، يعني الفيديوهات الشورت فيديوز أو الريلز أو المحتوى اللي هو طويل بالطول. فقلنا نعمل حاجة النهاردة بقى إيه، نتكلم فيها مع بعض شوية ويبقى الفيديو طويل شوية، إن شاء الله يكون مفيد كمان. النهاردة إن شاء الله نتكلم مع بعض على حاجة مبهرة جدا، أبهرت ناس كتير جدا وخوفت ناس كتير جدا، وهي شات جي بي تي. في ناس خايفة منه جدا وفي ناس انبهرت زي كده، أنا انبهرت بيه جدا. فإحنا الخوف من حاجة يعني مش هيفيد، إحنا هنشوف إزاي نقدر نتعامل معاه، خصوصا لو حضرتك يعني مشترك معنا هنا في القناة، فغالبا ممكن تبقى مدرب أو ترينر. فأنا أقولك إزاي كترينر بدل ما تفضل خايف منه، إزاي تقدر تستغله الاستغلال الأمثل ويسهل عليك شغلك بشكل كبير جدا. أول حاجة عشان حد ما يعرفش شات جي بي تي، تعالوا نتعرف مع بعض على شات جي بي تي. شات جي بي تي ده هو عبارة عن اختراع جنن الدنيا دلوقتي كلها، شاغل بال ناس كتير قوي، خصوصا رواد التكنولوجيا في العالم زي جوجل وغيره وغيره. وجوجل بتحاول تعمل حاجة شبيهة بيه، وان شاء الله هتعمل حاجة قريب اكيد، يعني هما اعلنوا عن حاجة وهتبقى موجودة قريب. لان لما عملوش كده نظام البحث على جوجل، انك تدور على المعلومة على جوجل والكلام ده كله، خلاص هيبقى قليل قوي. لان شات جي بي تي ده عبارة عن روبوت ده عنده معلومات كتير جدا، حاطين عليه كل المعلومات تقريبا على كل المواقع في حاجات كتير جدا ومختلفة جدا. انت بتدخل تدردش معاه، بتكلمه بتقول له والله انا عايز معلومات على مثلا افكار لتدريب او افكار لانشطه ممكن اعملها في تدريب اداره الوقت، رد عليك. مش بس كده، هو منسيش بقى، هو لسه كانه شخص، هو بيكلمك كانك بتكلم واحد صاحبك، تقول له طيب ممكن تديني افكار تانية، هيديك افكار تانية. طيب ممكن يعني تديني مثال للنقطه دي اقدر اشرحه ازاي، وهكذا. بيفضل فاكر وبيكمل معاك الدردشه للاخر. فحاجه بجد يعني ابهرتني جدا جدا جدا، وبالتاكيد ان شاء الله هتساعدني بشكل كبير جدا في شغلي. طبعا انك مش بتاخد الكلام وبتشتغل بيه وخلاص، العنصر البشري هنا مهم جدا، انت لازم تشغل دماغك وتشوف ايه اللي هيفيدك وايه اللي مش هيفيدك. طبعا هو مهم جدا لصناع المحتوى، بما ان انا صانع محتوى، فكنت لو عايز اكتب سكريبت لنقطه معينه كان الموضوع بيبقى صعب معايا. لكن دلوقتي وهوريكم دلوقتي مثال، عايز سكريبت لفكره فيديو عن كذا، هو بيكتبها لي. لا والادعى كمان ان انا ممكن اقول له انا عايز فكره فيديو او عايز سكريبت باللغه العاميه المصريه، بيكتبها لي باللغه العاميه المصريه. فانا من يعني بقى لي فتره في ذهول. السؤال بقى الاهم واللي شاغل بال ناس كتير جدا، انت فتحته ازاي وهو مقفول في الدول العربيه؟ بص يا سيدي، انا بقى لي شهرين تقريبا عمال لعبت كل الالعاب وجربت كل التجارب واتفرجت على كل فيديوهات اليوتيوب اللي عامله طريقه تشغيل الشات جي بي تي، ما قدرتش اوصل لاي حاجه. كل ما اوصل لنقطة او لخطوة، الخطوة التانية ما تجيش معايا، الخطوة التانية لو جت معايا التالتة ما بتجيش، وهكذا. فالموضوع كان صعب جدا، لحد ما لقيت صفحة على الفيسبوك، مش بعمل دعاية خالص ولا اقول اسمها ولا بنصح نستخدمها او ما نستخدمهاش، لقيتها بتعمل الموضوع ده. صفحة مصرية طبعا، مصريين ابهروا العالم. الناس عملت الشات جي بي تي مجانا وهم بيكسبوا منه، بس استفدت يعني مفيش مشكلة. شغلوا لي، عملوا لي يوزر وعملوا لي اكسس للشات جي بي تي، وهتشوف دلوقتي احنا بنستخدمه ازاي مع بعض. تعالوا كده نشوف، لو انا شخص مثلا بقدم محتوى وعايز اعمل فيديو عن زيادة الدخل وعايز سكريبت، تعالوا كده نشوف مع بعض. هكلمه باللغة العامية خالص، عايز سكريبت لافكار لزيادة باللغة العامية المصرية. نضغط كده انتر، هنشوف هيعمل ايه. زي ما حضراتكم كده شايفين، انسان بيرد عليك. يعني انا عملته قبل كده على الموبايل، كان بيجيب لي باللغه العاميه المصريه، مش عارف هنا ما جابهاش ليه، بس سهل ان احنا نحولها يعني. حتى هرد عليها، ارخم عليها، اقول له ممكن السكريبت باللغه العاميه المصريه مثلا. هنشوف دلوقتي هيقول ايه. حلو، كويس قوي. بيع الاشياء اللي انت مش محتاجها، ممكن تبيع الاشياء اللي مش محتاجتهاش او مش ظابطها قوي، بس كويس جدا جدا. يعني لو عندك خبرة في الخياطة او الحرف اليدوية فممكن تعمل مش عارف ايه.
لو عندك خبرة في الترجمة يعني إلى حد ما. طبعا لو مش عاجبك تقدر تقوله، يعني ممكن تقوله كمان ممكن أفكار تانية. فهيبدأ يرد دلوقتي ويدينا أفكار تانية. العمل كمدرس خصوصي، مش عارف حاجات يعني افكار. فزمان شايفين كده هو جدع جدا شات جي بي تي ده، بترد عليه بتقول له لا ابعت لي تاني، لا وضح لي تاني، لا اكتب لي باللغه العاميه. فاكتر من صاحبك، يعني صاحبك مش هيعمل معاك كده. فحاجه لطيفه جدا. انا بقى كمدرب او كترينر انا اقدر استفيد منه ازاي بدل ما افضل خايف منه وان ياخد مني شغلي او الكلام ده كله؟ مثلا يعني في حاجة احنا كمدربين لما بنعمل مثلا تريننج، تايم مانجمنت، كوميونيكيشن، ايا كان التريننج، في عقبة بتقابلني انا شخصيا ان انا عايز افكار لاكتيفيتيز او انشطة اعملها داخل التريننج. فتعالوا كده نشوف، نتخيل انا هعمل تريننج مثلا تايم مانجمنت او ادارة وقت. هكتب له هنا تايم مانجمنت تريننج مثلا ايه اكتيفيتيز، تريننج اكتيفيتيز ايديا مثلا او ايدياز. فبيكتب له حاجه جميله جدا جدا. فقال لي انا معظم الحاجات دي انا بعملها، فبس عشان اجمعها كده كان بتاخد مني وقت كبير جدا. يعني عشان اروح على جوجل بكتب ايدياز فور مثلا تايم مانجمنت تريننج، بدخل على موقع واثنين وثلاثه واربعه، وحاجه تعجبني وحاجه ما تعجبنيش. لكن هنا الموضوع جميل جدا، يعني كل الحاجات دي ده انا اعرفه حاجات كتير جدا. فحاجة لطيفة. تعال نكتب له كده I need more ideas. مش هيبخل عليك بقى اي حاجة، هيبعت لك تاني وتالت ورابع وتختار زي ما انت عايز. فالواحد زعلان على الوقت اللي ضاع هدر على جوجل، يعني كانت فرهضة. فالموضوع جميل جدا جدا. مش عايز تدور بالانجليزي دور بالعربي، يعني مفيش مشاكل خالص. لما يخلص كده هكتب له أفكار لأنشطة ممكن أستخدمها في تدريب إدارة الوقت. أكيد مش هيكسفني. أهو ما كسفنيش وبيرد. يعني ممكن تلاقي متشابه شوية مع الانجليش اللي فوق. حتى انا ممكن اقول له اعمل لي ترانسليشن وترجم لي اللي فوق ده عادي، هيترجمه لي مفيش مشكلة. اي حاجة ممكن يترجمها عادي. جدع جدا. لسه هو شغال. لو عايز اوقفه بعمل ستوب جنريتنج، خلاص كده هيوقف. احنا هندي له راحته خالص لحد ما يخلص. مثلا في حاجة وانت بتكريت الكورس او بتعمل كورس معين، عايز اوت لاينز، عايز الخطه او الخريطه العامه او المحتوى بشكل عام كده اللي هتقدر تبنيه. فمثلا تعالى كده نكتب نجربه في كده I need outlines for time management training in one day مثلا. تعالوا كده نشوف هيرد هيقول ايه. شور، يا سلام يا سلام يا سلام، ده مقسمها بالدقايق، يعني حاجة مذهلة، حاجة مذهلة جدا. هنا في 30 minutes مثلا، ده ويلكم. حتى انا ما قلتلوش يعني 1 day هيبقى قد ايه، بس ممكن يكون افترض اللي هو 6 ساعات مثلا. فهنا عندي 30 دقيقة هتعمل ويلكمينج وهترحب بالناس وهتعمل مقدمة للكورس، وبعد كده هتعرف الناس الاوبجيكتيف واهداف الكورس. لا الراجل ده واخد تي او تي اكيد يعني. وبعد كده أهمية إدارة الوقت إيه، وبعد كده عندنا المديول التاني ساعة هنعرف إيه إدارة الوقت، بعد كده إيه هي مبادئ إدارة الوقت، إيه التيبس الإفكتيف للتايم مانجمنت والخطوات اللي ممكن أستخدمها هتبقى فعالة معايا لإدارة الوقت، وهكذا. وبعد كده هنا بيقول لك إكسرسايز، يعني هو ما سابش حاجة بصراحة. لو حبيت تعدل أو حبيت تضيف أي حاجة تقدر تكتب له، يعني يعدل لك، يحط لك افكار تانية. لو عايز ايس بريكر مثلا، او عايز، احنا قلنا فوق عايزين جيمز او اكتيفيتيز، هو ادانا اكتيفيتيز، ممكن اقول له انا عايز ايس بريكر ممكن استخدمه. فالموضوع لطيف جدا. طبعا احنا ممكن نستخدمه بالانجلش او بالعربي. تعال كده نجرب مثلا محتوى لتدريب ادارة الوقت لمدة يوم
نشوف كده طبعا. يا سلام، حاجة يعني جميلة جدا، عربي انجليزي كل حاجة. طبعا انت بتشغل دماغك بعد كده، ايه اللي انا محتاجه، ايه اللي انا مش محتاجه، ايه اللي محتاج اشيله، محتاج اضيفه. يعني العنصر البشري مهم جدا، يعني مش هيبقى 100% احنا معتمدين على اللي هو بيقوله، بس احنا محتاج بتشوف انت محتاج هنا ايه بالظبط. بس ما يعني ادارة الوقت غالبا ما بيخرجش بره الكلام ده، يعني انا اديت المحتوى ده كتير جدا ما بيخرجش بره الكلام ده. ادارة الاولويات، مصفوفة ايزنهاور لازم تتحرق في كورس ادارة الوقت. حتى هنا بيقول لك استراحة الغداء، وبعد كده ادارة المقاطعات. يعني غالبا ما فيش كورس ادارة الوقت بيخرج بره الحاجات اللي هو كاتبها دي. وممكن اقول له ممكن تفاصيل اكتر، ممكن تفاصيل اكتر. بالطبع سأقدم لك تفاصيل أكثر. يا سلام، ده بيشرح لي بقى، ده هو كده هنا كمان بيشرح لي في حاجة، يعني فيش دلع كده. المقدمة بترحب وبتتعرف والتعارف وهكذا، وتشارك بقى الترحيب بالمشاركين في التدريب والتعريف، حاجات لذيذة أوي. وبعد كده مبادئ إدارة الوقت، بتعرف إدارة الوقت وهكذا، يعني شارح لك الأوت لاينز اللي فوق. شكله كده زهق، وأسف جدا على الإطالة. أتمنى الفيديو ده كان مفيد ليكم ويفيدكم بشكل كبير، سواء بقى أنت بتكتب محتوى أو شغال في أي حاجة أو شغال كترينر. أنا بتكلم هنا كترينر أو كاتب محتوى أو صانع محتوى، أنا شايفه حاجة مفيدة جدا جدا، حاجة بتقدر تجيب لك، هي جمعت لك من كل المواقع، جمعت لك الحاجة مرة واحدة كده، عملت لك شوب الفخفخين الجميل. بدل ما تدوخ في الموقع ده والموقع ده، أنا كنت بدخل على 10 مواقع عشان أجيب فكرة. فالموضوع لطيف جدا، وبعد كده حط التاتش بتاعك، يعني أنت مش هتاخد الموضوع كده وخلاص، يعني وتشغل دماغك وتشوف إيه المفيد، إيه اللي يناسبنا، إيه اللي ما يناسبناش، وتحط التاتش بتاعك. بس هو كبداية حاجة جميلة جدا وحاجة مبهرة. من ساعة ما استخدمته، يعني من أول يوم استخدمه قعدت 7 8 ساعات أكلمه، مفيش حد ممكن يستحملني كده زي شات جي بي تي. يعني هو عامل زي صاحبك الجدع، وصاحبك الجدع مش هيبقى جدع كده بصراحة، يعني ممكن ناس تبخل عليك بالمعلومة، ده ما بيبخلش عليك بأي حاجة. فحاجة جميلة جدا، فتمنى بدل ما احنا نفضل خايفين منه، لا احنا نشيل الخوف ده ونتعامل معاه ونشوف نستفيد منه ازاي. يعني ناخد مهارة الادبتابيلتي والتكيف على الوضع الحالي، ده وضع موجود والذكاء الاصطناعي بدأ يتوغل، فانا اشوف انا استخدمه ازاي افضل استخدام واستغله احسن استغلال، بحيث يكون صالحي ما يكونش ضدي. ما نعملش زي الديناصورات كده ونقاوم التغيير وننقرض. فعشان ما ننقرضش احنا محتاجين نأدابت ونتكيف على كل ما هو جديد. فبشكركم جدا جدا جدا، واسف جدا مرة تانية على الإطالة. شكرا.